إلهام صادق الأم ديال هاد جوج البنيات اللي تيقراو هنا لينا بالعادل وياسمين بالعادل، وهذا الأستاذ ديالهم ديال النشاط العلمي اللي ما بغاوش البنات يوقفوا حدايا لأنهم نورمالمون تيحشموا من الكاميرا إلا بالحضور ديالو بمعزته. أننا حنا هاد الوقفة الاحتجاجية اللي كنديروها اليوم اللي هي ماشي أول مرة وما غتكونش آخر مرة مادام باقي ما بانش الحق، سببها الرئيسي هو نوتوش با مون انفون نوتوش با مون ايكول. دونك هاد البنيات انا عندي في ترونسبور كيقراو هنايا صافي دو زون، الوغ كانوا في ترونسبور نهار الاربع مع ميدي لا سورتي كانوا الامتحانات ديالهم، تعطلوا عليا اضطريت كيف ما الامهات كاملين تعطلوا على وليداتهم كيعيطوا ليكول مخلوعين. مي من بعد من عرفنا السبب ما نقولش لكم الحاله ديالنا والحاله الهستيريه اللي جاو فيها بنياتنا، سورتو هاد الصغيره هادي كان كيخصني معاها واحد 40 دقيقه تقريبا باش نخرج منها الهضره لان ما هضراتش ليا فاسيل ما عرفتش شنو كان واقع. دونك حنا جينا كنقولوا لهاد الجار الا عندك شي مشكل مباشر او غير مباشر مع هاد السيده مديره المؤسسه كنظن بان كاين شي حاجه تنتهي القانون ياك، والوليدات ديالنا باقي ما تزالش اللي يقيسهم وباقي مازالش اللي يطيح منهم، وحنا دابا كنعبروا لوليداتنا بان باقيين بالحياه، ما حدنا باقيين بالحياه، غادي ندافعوا عليهم وغندافعوا عليهم وغنصرهم ان شاء الله. باي حق بغيت نسولو باي حق باي حق تجرأ وقال ليه عقله باش يوقف حدا ترونسبور ديال لي زونفون وكيشوف ديك الحاله ديالهم اللي كيبكيو لداخل. حنا ما حدنا عايشين، ما كانش اللي يقيس ولدنا لا من قريب ولا من بعيد، وحنا معاه وحنا معاه 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 وضده حتى ان شاء الله ينطق القانون بالكلمه ديالو الاخيره، ولا ما كانش في صفنا غادي ما نوقفوش مع هذه الاحتجاجات ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى يبان الحق. وشكرا. السلام عليكم. كنشكر هذه المديره لحقاش علينا بوليداتنا، وانا عجبتني بزاف الله يرضي عليها ويهدي عليها، وحنا مسلمين كاع وجيران. حنا كنا خايفين دابا دابا يطري حنايا شي حاجه، هادشي علاش كنا ندافعو على المدرسه. هاد الجيران تجمعو الناس تجاونا زوينا الاستاذ وتجمعو المدرسه، حنا اليوم جينا باش ندافعو على حقنا ما نخليهمش يهدمو لنا المدرسه. جامتان مديرة التربوية مؤسسة جنة الصغار. اليوم غنتكلم لكم على هذه الوقفة الاحتجاجية اللي غديتو، هي كانت أولا من تنظيم الأمهات والآباء. أنا تفاجأت كيف ما شفتو بالحضور ديال عدد كبير عدد هائل من الأمهات والآباء باش كيحتجوا كيستنكروا وكيندوا بشدة تصرف الواقعة اللي وقعت يوم الأربعاء 28 مارس من الهجوم اللي وقع من أحد من طرف أحد الجيران. وكيف ما تنشر في بعض المواقع التواصل الاجتماعي ان الوليدات احتجزوا لمده تقريبا ساعه في النقل المدرسي وعاش واحد حاله هلع ورعب، انعكاس سلبي على النفسيه ديال وليداتنا. على حين الوليدات يوصلوا عند الامهات ديالهم، الامهات بقاو كيتسائلوا علاش وليداتهم مخلوعين باكيين اشنو طرا، كلهم جاوا من هذاك النهار وما كيفكروا، واليوم على ما بالي تفاجات بحالكم انهم نظموا واحد الوقفه احتجاجيه اللي كيستنكروا فيها اللي بقى لوليداتهم نهار الاربعاء. ومن هذا المنبر هذا انا كنقدم الشكر ديالي لجميع اولياء الامور اللي كانوا حاضرين معنا اليوم واللي ما قدروش يحضروا، وكان نعطيهم واحد كنبعث لهم واحد تحيه وفاء واخلاص اللي مليئه باسماء عبارات التقدير على المجهودات اللي بذلوا اليوم، لانهم خلاو العمل ديالهم والتزامات ديالهم وجاو وقفه وحده يد في اليد وجاو باش يازروا ويتضامنوا مع المؤسسه وباش يعلنوا الرفض التام لهم لاي عنف كيتعرض له المؤسسه ديالنا.
اما بالنسبه للاجراءات اللي اتخذتها اداره المؤسسه هو انه كنا واحد محامي اللي غادي ينوب على جميع الاطر وجميع التلامذ وامهات واباء تلاميذ غادي يدافع على القضيه، وراه بدينا المسطره القانونيه ديالنا والحمد لله راه غاديه في المسار الطبيعي ديالها، وحنا عندنا ثقه كبيره من بعد الله سبحانه وتعالى في القانون المغربي انه غادي ينصر الحق. اعمل كاتبه بمؤسسه جنة الصغار وبصفتي مسؤوله على تنظيم خروج التلاميذ وتسليمهم لابائهم. يوم الاربعاء الجار ديالنا كنت تفاجئ به انه لقى السياره ديالو قدام الترونسبور وحبس لي زونفون اللي كانوا في الترونسبور ما خلاش الترونسبور يخرج. والاخت بنت الجار ديالنا تعدات على زميله ديالي في المؤسسه، تعمل في المؤسسه كذلك، هي طرحت الفراش شدتها من شعرها نتفاتها طيحتها في الارض. وانا بحكم عملي كنوقف عند الباب وكنخرج لي زونفو وكنعطيهم لاولياء امور ديالهم. صاحبتي جايه تجري من على برا، شعرها منتوف كامل وعنقها بحال ما قدرتش ندوي معاها، طالعه كتجري مخلوعه وبنت الجار ديالنا تابعها من وراها. انا وقفت هكا في الباب بغيت نحبس بنت الجار ما بغاش تحبس ليا، ضربتني حتى انا ورجعت لي دراعي اللور باقي دابا كيضرني، وطلعت كتجري وسط لي زونفون وخلعتهم بقات كتغوت واحد في حاله هستيريه حتى واحد ما قدر يوقفها عند الباب، بقات كتغوت وسط لي زونفون ولي زونفون تخلعوا. وتقدمت بشكايه بحكم اني تعرضت للعنف هذاك النهار، درت شكايه عند البوليس ودرت شكايه عند وكيل الملك. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة